اهلا بكم من جديد. اهلا بحضراتكم الى شان طبي هذه المره، حيث تحتفل منظمه الصحه العالميه في مثل هذا اليوم من كل عام باليوم العالمي لالتهاب الكبد لتنفيذ الاستراتيجيه العالميه للمنظمه بشان مكافحه التهاب الكبد الفيروسي، ولمساعده الدول الاعضاء كذلك على بلوغ اهدافها بالقضاء على هذا المرض بحلول عام 2030. العرض التالي يوضح جهود وزاره الصحه المصريه في مكافحه الفيروسات الكبديه في البلاد. أهلا بكم مشاهدينا الكرام. من الخطط الناجحة التي اتبعتها وزارة الصحة إنشاء عدد كبير من وحدات علاج فيروسي التابعة للجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية بهدف توفير الخدمة الطبية لمرضى فيروسي على امتداد محافظات مصر وجمع البيانات على مدار شهور العلاج للتأكد من فعالية العلاجات الدوائية الجديدة وأيضا رصد الحالات التي لم تستجب للعلاج وتوفير علاجات دوائية أخرى مناسبة لحالتهم الصحية. ففي أغسطس لعام 2014 وحتى الآن كان عدد الوحدات العلاجية لعلاج فيروسي 26 وحدة، 5 بالقاهرة الكبرى والجيزة والقليوبية كما هو موضح على الشاشة، و3 بالإسكندرية والبحيرة، و8 بمحافظات الدلتا، و6 بمحافظات الصعيد، و4 بمدن القناة. ومن 2014 وحتى الآن تضاعف هذا العدد، عدد المراكز العلاجية من 26 علاج ومركز وحدة علاجية من 26 إلى 63 مركز علاجي موزعين كالتالي كما هو موضح على الشاشة، 19 بالقاهرة الكبرى والجيزة والقليوبية، وأيضا 7 بالإسكندرية والبحيرة ومرسى مطروح، و18 بمحافظات الدلتا، وأيضا 11 مركز علاجية بمحافظات الصعيد، وأيضا 8 بمحافظات القناة. إلى جانب ذلك تم إضافة 101 مركز علاجي تابع للتأمين الصحي ضمن مراكز الفحص وعلاج مرضى فيروس سي. هذه الخطة ساهمت في توفير الأدوية الحديثة لمليون مريض وإنهاء قوائم الانتظار حاليا. وحاليا بيتم الاستفادة من الفرق الطبية المدربة للنزول إلى القرى والنجوع الطبية للكشف على الحالات واكتشاف المصابين بفيروس سي وعلاجهم بخلاف جهود وزارة الصحة والجامعات. هناك الكثير من الوزارات والهيئات الكثيرة التي تضامنت على مدار السنتين الماضيتين لنشر حملات التوعية بهذا المرض، مثل وزارة الشباب ووزارة التضامن، والتي أطلقت مؤخرا حملة اطمن على نفسك وصندوق تحيا مصر، والذي أقام عدد كبير من حملات الكشف المبكر وعلاج المرضى في الصعيد ومدن القناة ومحافظة المنيا ومحافظة البحر الأحمر، وأيضا مؤسسة الكبد المصري، والتي كانت متبنية حملة الكشف والعلاج في العديد من قرى الدلتا والجمعية المصرية لرعاية مرضى الكبد، والتي أطلقت حملة للكشف المبكر عن الأطفال مرضى فيروسي وغيرهم الكثيرة. أي مواطن مصري مصاب بفيروس سي وبيحمل بطاقة رقم قومي يمكنه التسجيل على موقع اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية لحجز موعد الكشف وتلقي العلاج، وعنوان الموقع الظاهر أمامكم على الشاشة.